جبت الفانوس وجبت شويه حاجات زينه كده. كنا بنجيب مثلا 4 كيلو جبنه 2 كيلو الحاجات المكسرات جبنه على القد وكده. بجهز رمضان بالبلح واليميش والمخللات، الاسعار مناسبه وكويسه ومتروح اي ايد انسان يعني. الاسعار في من غالي في الوسط في تحت خالص، كل واحد على قد ايده. واديك شايف الحياه عامله ازاي. جبنا البلح واليميش والمكسرات وحاجات رمضان. والاسعار ايه؟ يعني في غاليه شويه يعني عن السنه اللي فاتت طبعا. مختلفه عن السنه اللي فاتت كتير ولا؟ كتير ميزانيه يعني الواحده. بس اللي بيشتري مثلا بدل ما بيشتري نص يشتري ربع، اللي بيشتري كيلو يشتري نص. الحاجه اللي كانت بنص، اللي كانت بنجيبها كيلو دلوقتي بنجيبها نص كيلو عشان نمشي الحياه. اسمها جبنه وخلاص. لا يا مش كروسون طيبه. ما جبتش يا مش خالص. ليه كده؟ يعني مش هنعتمد عليه الا بشكل جزئي يعني، حاجات كده عينات صغيره يعني. والفوانيس والمفارش والكلام ده كله طبعا دي بتاعت كل سنه، دي بهجه الاطفال يعني. الاسعار غاليه خالص غير كل سنه. كل حاجه الهميش غالي، البلح، كل حاجه يعني. احنا ممكن عايشين، ممكن اعرف اجيب ربع، ممكن اجيب حاجه قليله، في غيري ما يعرفش يجيب خالص. والبياع برده كنت بصيتي البياع، هتلاقي البياع برده غصب عنه الاسعار بتعلى برده عنده برده غصب عنه. السنه دي والله الجو تعبان عشان الغلا، الجو غالي قوي يعني بالنسبه للمكسرات وكده غالي. بس الجو مريح يعني. الحاجه اللي كنا عندها ب 100 ب 200 دلوقتي في شغل البلح يعني كويس شويه، اما النميش كلها غالي. جبت الفوانيس؟ لسه بنفكر كده ان شاء الله. والاسعار معاك ايه برضه؟ يعني في حاجات كويسه اللي هي الحاجات القديمه بقى بتاعتنا دي بتاعت زمان، فان شاء الله بنفكر نجيب منها يعني. برضه الفوانيس بيبدا من 10 جنيه لغايه 1800 جنيه. في ناس كتير بتسمع الاسعار تتخض كده تمشي على طول. لا بنشوف بقى الفوانيس الاولاد ونشوف الحاجات التانية المشتريات العادية بتاعت رمضان بتاع كل سنة. شفت أسعار اليميش؟ لا ما قربتش منها. مش ناوي تقرب أنا خالص؟ لا صعبة شوية، صعبة كتير قوي على الـ على الـ على الـ يعني مش في المتوسط كمان، ده فوق المتوسط. هو صعبة بالنسبة للناس كلها يعني. لا والله أنا نازلة عشان أشوف الأسعار، فلقيت الأسعار غالية عن السنة اللي فاتت. بفكر أنا ما أشتريش، بس أحاول أجيب عينات لأن أنا واحدة موظفة ومرتبة 900 جنيه. يعني أنا بفكر، أنا ما أعرفش والله. انا حتى يعني لسه بقول لاولادي لو ما عرفناش ان احنا نقضي رمضان نشوف اي مائده كل ما نقعد ناكل فيها عشان الفقير بقى. الفقير يدور على مائده. اول مره ما احسش ببهجه رمضان مع الاسعار دي. كان ايامنا كنا بنجيب الفانوس بقرشين، دلوقتي اقل حاجه 75 جنيه. لا مش هجيب. ده تقرير عن الشعب وعن المواطنين وعن الاسعار اللي موجوده دلوقتي. انا مش عارف يعملوا ايه بجد، كان الله في عونهم. مع ان في معلومه يعني احنا عارفينها من زمان، التجار اللي هم بيحطوا اليميش او الفوانيس مش شرط يعني ان هي تكون بنسبه 100% مصنعه جديد، ما موجودين من السنه اللي فاتت وممكن من السنه اللي قبل اللي فاتت. البلح والزبيب وجوز الهند الحصى والبندق الحاجات دي ما موجوده من السنه اللي فاتت. وبرده الفوانيس نفس الكلام. ما يعني ما تقنعنيش اللي انت في شهر رمضان في الفرشه بتاعتك بتاعت السنه اللي فاتت زي دي بعت كل الفوانيس يعني وبعت كل اليميش. لا مش هصدقك، استحاله. طب ايه المشكله لما 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 يكون في رأفه بالمواطنين شويه؟ وحتى لو زودت اعمل فرق يعني. مثلا الحاجه كانت بقرش السنه اللي فاتت والسنه دي بثلاث قروش، طب بيعها بقرشين عشان الناس تعرف تشتري. ما الحاجه هتفضل جنبك يعني، هتتخزن، هتفضل السنه الجايه ولا السنه اللي بعديها. بيع، خلوا في حركه بيع وشراء كده، خلوا الناس تشتري.